والقلوب الغافلة من المسلمين يرثى لها ليلة بعد ليلة، ما لها توجه إليه ولا طلب منه ولا تشوف لهذه الرحمة. ويعدون إن حصلوا شيء في هذه الحياة إما ثياب وإما متاع من متاع الدنيا وإما أمور تدور فيها أفكارهم وعقولهم كأنها غايات، وما هي بغايات، كأنها دائمات وما هي بدائمات، كأنها شريفات وما هي شريفات، كأنها كريمات وما هي كريمات، كأنها رفيعات وما هي إلا ساقطات. ولكن تعلقت بها العقول والقلوب، فيمر على الواحد منهم ليلته ما يتطلب ما يسأل، ما له مثل ذا المجلس ولا يسمعه ولا يتخبر عنه ولا له قلب يميل إليه، وما يطيب إلا إن شي غيبه واحد، وإلا ضحكة في غير محلها بعد ضحكة استهزاء بذا أو بذاك أو استخفاف أو شيء من هذه الأشياء التي تسقط عند الله تبارك وتعالى وتبعده من حضرة المولى جل جلاله. وهذا حال مسلم ما تربى، وهذا حال مسلم ما تحقق بحقائق الإسلام، وهذا حال مسلم انخدع واغتر بما عرض له في الطريق من تسويلات وتلبيسات وخطوات لإبليس وجنده من شياطين الإنس والجن أعداء الحق وأعداء الأنبياء والمرسلين، دفع الله شرهم عنا وعن أهلينا وعن أولادنا وعن أصحابنا وعن أحبابنا وعن طلابنا وعن جيراننا وعن المسلمين والمسلمات. اللهم آمين.